واحد بيقول هل كتابة الشعر الغنائي حرام؟ ما هو ممكن كل شعر يبقى غنائي، بس هل تتغنى به الكنيسة ام يتغنى به الناس بتوع الليل والعين؟ منين دي؟ وبعدين بيقول دي هوايتي اللي بحبها ونفسي انجح فيها. استخدم الشعر بطريقة روحية تتغنى بها الكنيسة وليس بطريقة عالمية يعثر بها الناس بمشاعر منحرفة. طب حبيب جرجس كان بيكتب شعر عبارة عن تراتيل بتتغنى بها الكنيسة، محدش قال عليه حاجة. والقديس ماري إفرام السورياني كان بيكتب شعر دفاعا عن الإيمان. المهم كيف تستخدم الشعر، بطريقة روحية ولا بطريقة منحرفة؟